انت معود وقت غسل ما اشوف الدنيا مغيمه والشوارع كلها طير راح تصير دقوم وتاخرنا على العالم. والله لو مو تنظر انا ما اتحرك من هنا هنا اذا مو اسود بوي اسود وشرط الا بالبريج. وكي هاي هم غسله هاي تعود انت تعرف تغسل تقوم وتاخرنا على العالم. شوف انت باحلامك ما راح تلقى هيك غسله شوفها بس شوف. صدق ذكرتني قلت باحلامك غير حلمت بيك حلم انت والربع مو طبيعي. خير ان شاء الله حلمك اكيد واحد يطلبني فلوس وجاي وراي. لا ولك حلمت بيك تشتغل شغلات على سولف لك تعال. عم احمد اربط الفرس وصب للضيف قهوه. مر عمي تومور كفو منك عمي مساك الله بالخير. الله بالخير والعافيه. عمي العشاء جاهز عمي. كلها يا عمي. هاي يا عم صب العشاء. هاي فاهيته طلع العشاء عمي. شنو هي؟ يا محفوظ فاهيته شنو هي؟ عمي كل مره تجونا ننزله كنا المفطح بعد ماكو مفطح نجرب الاكل الغربي. تفضل بسم الله. الله ونزلنا للشيوخ فاهيته وقالوا طعمها كلش طيب وضروري نخليهم يجربون البرجر الدبل. انا من محبين البرجر الدبل واكيد نضيف لها صلصه الكاتشب. والشيخ تولع بالطعم وكلش حب السندويش الفاهيته. وهسه حاجيني يا عمي عشان عجبك لولا. الله يا عمي وجاي عيشه كله غربي يسوي. صحه وعافيه يا عمي بعدك ما ضايق الحلا. عم احمد نزل حلا. بعدك حلا حلا. وهذا السبيشال رول وهذا بانكيك سبيشال وهذا وافل الربيع سبيشال. تفضل يا عمي. وهسه وصل الحلا خو ما بيك سكر. والله يا عمي حتى لو بيه سكر على هذا الجمال بالترتيب الاكلين كلين اليوم. اكل يا سكر يا ضيم. بسم الله. وما اسولف لكم الشيوخ ايش قد حبوا الحلويات وعشقوهم. اقول لك يا عمي. قول يا عمي. انا شايف دكه الشيش مو هذه الحلات الشيشوها شلون انتم مسويها؟ عيش وشوف عمي اكل. والله يا عمي زمن العجايب هذا. شلون عندنا الحلا يا عمي؟ والله يا عمي اظن السكر صعد عندي. خليه صعد عندنا حلا عمي. شنو حلا؟ عم احمد نزل لنا نرجيله فريش. هاي النرجيله اللي فريش عمي. ويؤمر خطارنا. واكيد نزلنا لهم نرجيله فريش حتى يقعدون المزاج. وهاي النرجيله الفريش حتى ينزل السكر مالته. اي والله بلكي عمي. صحة وعافية عمي. الله يرحمه كان خوش رجال. الله يرحمه عمي بس نرجيلتكم ما تتفوت. صحة وعافية عندي مفاجأة لك. عم احمد. ابشر عمي الطاولة والبليارد والدومنة جاهزات تفضل عمي. شلون؟ لا ايش حسبالك يا عمي بعدنا شباب قوم يا اخوي قوم. وكمشي صاحبي بالطاولة والدومنة والبليارد لعبت بيلع. المكان مساحته كلش كبيرة وطابقين وبقاعة مخصصة للبليارد. والطابق الثاني تقريبا مساحته 450 متر ملتقى للشباب. شنو رايك بالمكان يا عمي؟ والله يا عمي مكانكم كلش حلو بس اللي نشيد عليكم وين نلقاكم؟ سهله قبل كل شيء المكان الجلسه العربيه شفتها انا اجرها هذا حجز مسبق. ماشي نعم. مثل ما شفت المكان كبير وعامر طابقين بيه اراجيل وحلويات وشي عجبك بيه؟ والله يا عمي زين. وهسه تعال ادليك بالعنوان. ابو المثل يقول اللي يشد مايتي وين عنوانهم؟ كربلاء حي البلديه خلف شركه تمالي مباشره تقرا بوابه الربيعي. شوف ايش كبرها بوابه الربيعي. والحلو عندهم توصيل. واهلا وسهلا بيك انت واخوتك. ايش وقت ما تجي؟ يا اخوي شغلتك سايق صينيه شلون حلو يخبط؟ عشتري اقول لك شوف ساعه فيها صار لنا ساعه نمشي السياره مطرت الدنيا مو قلت لك لا تغسل السيارات تمشي.